حسن شاكوش وعمر كمال بتثيروا استياء مصريين على تويتر بسبب أغنيتهم بنت الجيران، وهالشي دفعهم للاعتذار عن جملة هشرب خمور وحشيش اللي وردت في أغنية بنت الجيران، هالجملة اللي أثارت الكثير من الانتقادات خصوصاً بعد أدائهم لإلها بحفل أقيم بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة الدولي، هالأمر اللي استدعى بيان خاص من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر. واتخذ نقابة الموسيقيين قراراً بتحويل عمر كمال للتحقيق في مقر النقابة لأخذ أقواله فيما يخص التلفظ بكلمات من شأنها نشر الفسق وتشجيع الشباب على تناول المخدرات. وكان قد نشر عمر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة جمعته بشاكوش والمغني المصري تامر حسني، علق عليها بالقول بمناسبة إنه إحنا فكرنا غلط وحطينا جملة بالأغنية خلت ناس كتير يزعلوا منا، بنعتذر لكل الناس، إحنا أسفين. السلام عليكم إخواتنا وحبايبنا شعب مصر الكبير العظيم. إحنا النهاردة الأغنية بتاعتنا بتاعت بنت الجيران جابت 100 مليون مشاهدة الحمد لله، واحنا في 100 مليون واحد فرحناهم في افراحهم وعيد ميلادهم والحفلات وكل مناسباتهم، واحنا النهارده بنكلم ال 100 مليون مصري اللي سمعونا جوه مصر وبره مصر، واي حد يقف معانا في مشكله انا واخويا حسن شاكوش وقاعدين فيها، ومشكله غير مقصوده. احنا في حفله الاستاد اتطلبنا ولبينا الندى برغم ما كان في خلاف بينا اتحل الحمد لله النهارده على ايد الفنان تامر حسني، وقلنا لازم نروح نفرح الناس دي كلها. عدلنا اغنيه بنت الجيران في كلمه خمور وحشيش اللي كان عليها الجدل، وحطينا الاغنيه على فلاشه، الفلاش دي بتاعت شغلنا، عليها شغلنا كله يعني. وطبعا احنا طبعا عشان دي حفله دي كبيره جدا ولها ترتيبات خاصه، فاحنا ادينا للناس بتوع الاستاد الفلاشه، وللاسف بالغلط اشتغلت الأغنية القديمة. وأصدر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر بياناً أعلن فيه أنه مجلس النقابة رح يعيد النظر بكافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم اللي بيقبلها المجتمع. وأشار هاني شاكر لوجود شبه اتفاق بين طوائف المجتمع كافة على الحالة السيئة اللي باتت بتهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، كما انتقد المساهمة الفعالة لبعض نجوم السينما بهذا الإسفاف على حد وصفه. بنحاول ان احنا نقنن شويه الموضوع ده، لانه للاسف معظم اللي بيغنوا مهرجانات ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، لكن احنا بالدرجه الاولى بيهمنا مين اللي بيعرف يغني عشان نقدر يعني يكون تحت سيطره النقابه في اي كلام بيقوله، في الاغاني اللي بيقولها، في الكلام ده كله. لانه الحقيقه يعني ان انا اسيب المساله كده سداح مداح، ما برضو ده مش حل ومش منطقي. بغض النظر بقى عن ان انا كفنان شايف ان هذا الفن يستاهل كل هذا الاقبال او ما يستاهلش، دي وجهات نظر شخصية. بتفرق من راجل للتاني، من حد للتاني، ثقافة عامة. وان كنت انا حزين ان احنا يبقى هو ده الفن الأكثر انتشار دلوقتي. هاني شاكر بيتحدى مطربي المهرجانات وهاجم محمد رمضان وقال إنه لا يهتم لكلام النقابة وملابسه غير لائقة على المسرح، وأوضح إنه محمد رمضان أخذ من النقابة تصريح واحد ورح يتم إعادة النظر فيه لأنه ما بيقدمه ما بيرضيه لا هو ولا الجمهور وما بيليق باسم مصر. وأشار هاني شاكر إلى أنه رمضان مضى على إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع لكنه لم يفعل ذلك، وأكد محمد رمضان أنه رقم واحد بإرادة ربنا مش إرادة تويتر على حد قوله، وغرد بمقطعي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر تحت هاشتاغ يدعو لمقاطعته، واحتفى بتصدر هذا الهاشتاغ قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في مصر مؤخراً. ونشر رمضان مقطع فيديو عبر تويتر احتفل فيه بتحقيق قناته الرسمية على موقع يوتيوب رقم قياسي من المشاهدات قرب 2.5 مليار مشاهدة، قائلاً في نفس اليوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز 2 مليار و450 مليون مشاهدة بوقت قياسي، رقم واحد دي إرادة ربنا مش إرادة تويتر. وسخر محمد رمضان بمقطع فيديو آخر نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر من الحملة اللي بتدعو لمقاطعته بالقول أنا فعلاً هدومي تقطعت بالشارع. بتثير أغاني المهرجانات من ظهورها كتير من الجدل بين من بيعتبرها نوع مبتذل من الأغاني بيسيء للذوق العام وبشكل تأثير سلبي، وبين من بيشوفها امتداد طبيعي للفن الشعبي اللي بيلبي مطالب المتلقي والمستمع واللي بيختارها طوعاً دون غيرها. لكن انتشار سماع أغاني المهرجانات خارج مصر خلق نوع ثالث بين الفريقين، وهو من يطالب بتدريب فناني أغاني المهرجانات والاستفادة مما عم بحققوه من انتشار واسع.
وبتدور معظم أغاني المهرجانات حول مشكلات الفقر والتهميش والمخدرات والصداقة، واتسع صداها تدريجياً ليشمل طلاب المدارس والجامعات خلال الأعوام القليلة الماضية. كفت السوشيال ميديا مالت خلال الساعات الماضية باتجاه الموافقة على قرار هاني شاكر وتأييده بوضع حد لمطربي المهرجانات، لأنه بنفس التوقيت خرج فريق يوصي بضرورة الرقابة على كلمات الأغاني مع عدم منع مطربي المهرجانات، لا سيما أنه عندهم قطاع عريض للغاية من الجمهور والمستمعين. انتقل هذا الجمهور من أرض الواقع للعالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي لينال شعبية أكبر. أنا أولاً مش قادرة أتخيل أنه كل الهجوم ده يبقى على شخص مطرب اسمه حسن شاكوش بيغني أغاني مهرجانات. طب ما هو إحنا قدام واقع موجود، قدام نسبة كبيرة بتسمع الأغاني دي، وما فيش فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقي فيها أغاني حسن شاكوش أو أغاني المهرجانات، والناس مبسوطة وتحس إن دي سعادتها وإن ده فرحها فعلا. اختلف، اتفق، تحب أغاني المهرجانات تكرهها، بس الحقيقة يعني صعب قوي إنك توصل لدرجة الهجوم بالطريقة دي والمنع وتصاريح وإنه والكلام ده على إنهم يعني كمان أخدوا فلوس قد إيه. ما تخلي كل واحد في حاله يا جماعة، إحنا بقينا وصلنا للمرحلة اللي اتضحكت فيها على إنه في شخص جايله خير ورزق، وصلنا للمرحلة دي.